مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ شعاتكم بالف الف خير. مثل ما تشوفون اليوم اني وحدي، بلال ما موجود وياي. هسه راح اقول لكم السبب. اليوم طبعا احنا مقررين انا وبلال ننزل نسوي لكم تحدي كلش حلو، حيكون تحدي الضحك. بس انا راح اخرب له اياه. طبعا اني صار لي كم اسبوع يعني افكر حابه اسوي به مقلب، بس اجت ببالي انه يعني ما حبيت يكون مقلب متكرر وناس مسوي، فجت ببالي فكره الصراحه ما لقيت احد مسويها. هسه راح اشرح لكم اياها. مثل ما تعرفون اني قبل فتره قمت بديت البس عدسات، وبلال كلش يكره العدسات، ما يحبها ابد، دائما كل ما البسها يقول لي هاي تسوي امراض، يعني جراثيم بالعين. فاني خطرت ببالي صراحه فكره، ان شاء الله تنجح اليوم المقلب. حيكون هو يعني جبت هذا يسموه كلر فود وخلطته شويه بمي. راح اقول لبلال من احنا بدي نصور، احنا راح اقول له انه اي عيني قامت تحرقني وقامت توجعني وما اعرف شنو من هالشغلات. راح اقول له بليز روح جيب لي القطرات، ما دا اقدر اشوف. راح احط هنا مثل على اساس قام ينزل دم. ما اعرف الصراحه انا اذا هو راح يصدق لولا، بس ان شاء الله يصدق وان شاء الله اقدر امقلبه وينجح المقلب وانزل لكم اياه. طبعا هو نزل شوي دا يجيب غراض، انا هسه وحدي بالبيت، فبس يرجع احنا راح نسوي مقدمة التحدي هنا بالبيت، وبعدين على اساس راح ننزل برا نكمل التحدي. فخلي نشوف شو راح يصير ويانا. جاهزين؟ طبعا قبل ما ابدي، هذا اول مقلب لنا بقناتنا، فانا اتمنى منكم توصلوه شقد، يعني شقد ما تقرون لايكات حطوا لايكات، واذا عجبكم المقلب ان شاء الله راح ابدي اسوي بيه مقالب كلش هواية اكثر واكثر. يلا ليتس جو. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا يا ربي الف خير. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد وتحدي جديد. هذا التحدي طبعا بناء على طلب بعض الاخوه والاخوات، قالوا لنا سووا لنا تحدي الضحك، ونحن محضرين نكت خرافيه. يعني ان شاء الله اليوم رح نقدر نرسم الابتسامه على وجوهكم. بس لحظه اقول لك، عيني بيها شيء؟ لا. مو شويه حمراء؟ لا ما في شيء. نو توجعك؟ اي شويه توجعني. اوكي يلا عيني. واحد اثنين ثلاثة. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا يا ربي الف الف خير. رجعنا لكم بفيديو جديد وتحدي جديد. هذا التحدي طبعا هو بناء على طلب بعض الاخوة والاخوات، قالوا لنا سووا لنا تحدي الضحك، ونحن محضرين نكت كثير كثير حلوة خرافية، ان شاء الله يا رب تعجبكم. وحننزل نصور الفيديو بالحديقة، بس حبينا نسوي المقدمة هون. ورؤى محضرة طبعا بعض النكات بس ما اعرف انا عيني كلش قاعد تحرقني، نمت اعتقد نور العدسات. قلت لك لا تحطي عدسات. يلا مو مشكلة، بس عندي قطرات لا تقدر تحجبيها. طيب اطفيها هلا. اي راح اطفيها. بابا تلقاها تعرف وين؟ غرفة اختي بالمجر. اوكي؟ طيب اوكي. صار عيونك حمر. غرفة مريم؟ اي بغرفة مريم. اي عيني بسرعة بلال. يمكن بغرفة امي لعد. اي ها لقيتهم؟ دور زين دور زين. اي عوفهم عوفهم، وتعال عيني حيل قاموا يوجعوني. اي عيني ما ادري قامت توجعني حيل، ما اقدر افتحها. اي خذي لقيتها، خذي. اي خذي. اي عيني. اي 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 شنو الدم؟ دم دم نازل دم. اي اي عيني. اي بلال. اي اي ارجيني دم. اه دم من العدسات. برجلي. ايه بلال ما قدرت افتحها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله لك دم والله العظيم نازل دم. بلال افتحي ما اقدر ما اقدر افتحها. بشوفها ما اقدر افتحها. Yeah,
تعي تعي امشي على الدكتور، امشي على المشفى. ما عاد ليه بسم الله الرحمن الرحيم. ماما افتيها ايش بيك يا معود؟ شو بك حبيبي؟ والله جد صدقت؟ واه يس يس نجحت. عم بشوف انا ها؟ شوفي نصور احنا عنا الرجفة مال بلال. يكذب علي ماي؟ ايش بيك؟ ايش بيك؟ وعلى السوا هنا كلها ماي. ليش هيجي؟ يلا اهدي اهدي ونرجع بعدين نشوف شو السالفه. رايح رايح والله العظيم حطلع. وين رايح انت؟ حبايبي الحمد لله قدرت اهدي. راد يطلع والله العظيم، يعني سواها مو شقه، راد يطلع يروح للبيت ويعوفني هنا انا يا اهلي. بس حبايبي المقالب يعني حلوين و شغلات حلوة، بس مو بالدم دم. واحد يصدق دم؟ ايه ما بعرف. مهم صدق دم. ان شاء الله تكونون حبيتوا الفكرة حبايبي، وتعالوا شوفوا ميلا. ميلا شو بابا حبيبتي؟ جتي ميلا هلا اجوا من شوي. جتي يما حياتي، شو بجوا شكلها؟ قليلون هاي هاي. شو معك انت؟ مع اداة الجريمة حبايبي، مع اداة الجريمة. حار حار، عم تقول انه لونه احمر حار. بابا هذا أحمر. ماما اليوم عملت فيني مقلب، اليوم جننتني والله. ماما شو هاي؟ شنو هاي ماما؟ قولي لهم هاي مرحبا، كيفكم؟ هاي منك اخضر عليك. اخضر عليك. انا بحبكم كثير. حلوين شعراتي؟ حبايبي طلعنا برا نكمل تصوير لانه الشمس خفت بالبيت. اتمنى منكم اذا حبيتوا المقلب توصلوا اكبر عدد من اللايكات. ما راح اقول لكم، ما راح اقول لكم عدد. ان شاء الله يكون عجبكم المقلب، وعلى مود مره ثانيه راح اسوي مقلب فيني بعد. مقالب كثير بشكل، حتساوي فيني مقالب ان شاء الله يا رب. انا ححاول احضر، بس والله ما عم يجيب بالي فكره تكون ردة فعلها يعني قوية. كنا ذبك يعني من طابق 18. هاي مو هذا مو مقلب الشاقة. طبعا احنا هسه على ارتفاع 18 طابق. اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، عزموا اصدقائكم وعائلتكم كل ودعمونا حبايبي. ان شاء الله للفيديو الجاي بنشوفكم بألف ألف خير. باي باي حبايبي واصدقائي، عائلتنا عائلة بلال ورؤى، يا احلى عائلة انتم عائلتنا الثانية، ونحن عن جد بنحبكم وبنتشرف فيكم، وعن جد كثير كثير بنتشكركم على دعمكم اللي عم تعطونا وتعليقاتكم الايجابية اللي عم تعطينا طاقة لنستمر ان شاء الله. هذا الفيديو الصراحة اللي شفتوه اليوم، المقلب اللي عملته فيني رؤى، انا ما كنت حابب نزله، بس قالت لي بلال بزعل منك اذا ما نزلته، فنزلناه كرمال خاطر رؤى. وهلا مثل ما بتعرفوا وصلنا لآخر فقرة، هي فقرة التعليقات. خليني بلش فيهم مشان ما نطول. عنا أول تعليق من حساب لارو كوكا، قال يا عمري خبل الفيديو، أنتوا تخبلون تستاهلون والله المليون، كلش حبيتكم. مرة تانية بقولكم اذكروا تعليقي، فمن وجه لك تحية كتير كبيرة. عنا حساب التاني من عبد الله اللطيف، قال أرجوكم اذكروا تعليقي، أحبكم يا أجمل عائلة في الكون. نحن منحبها كتير أخي عبد الله اللطيف، ومن وجه لك تحية كتير كبيرة. في حساب حمودي العراقي، لا كلش حلو الفيديو، ممتع، ضحكت وتونست وياكم، ربي يحفظكم وإن شاء الله تكبر عائلتكم. اذكروا تعليقي، أحبكم أني فاطمة من العراق من كربلاء، من وجه لك تحية كتير كبيرة أختنا فاطمة ولكل أهالينا الموجودين بمحافظة كربلاء. في حساب مسلم الراقي، قال اذكروا اسمي، من وجه لك تحية كتير كبيرة أخي مسلم الراقي. في كمان حساب محمود عمار، قال أحلى عائلة، ربي يحفظكم، فد واذكروا تعليقي، نوجه لك تحية أخي حساب محمود عمار. في كمان حساب من شهرزان سيف، قال ربي يحفظكم، طلعوا تعليقي فدوة، نوجه لك تحية كتير كبيرة من حساب شهرزان سيف. في كمان رضاوي موسوي، قال كتير حلو الفيديو، بس هاي المرة الثالثة بقلكم وما بتذكروا تعليقي، اسمي رقية، منوجه لك تحية كتير كبيرة أختنا رقية. في كمان حساب هادئة، قال تحية لكم عائلة بلال ورؤى، أحبكم كومة بالذات رؤى، وهي أكيد بتحبكم كلكم، ربي يحفظها وإن شاء الله المليون مشترك إن شاء الله يا رب، بدعمكم أكيد إن شاء الله بنستمر.
اتمنى تنطوني قلب وتظهرون تعليقي. انا زهراء من بابل، موجه لك تحيه كثير كبير اختنا زهراء ولكل اهالينا بمحافظه بابل. في كمان حساب وردي الجوريه، كلش حلو، استمروا، ممكن تطلعوا تعليقي بالفيديو الجاي. احبكم ونحن بنحبكم كثير اخواتي، وبنوجه لك تحيه كثير كبيره ورد الجوريه. في كمان حساب من ابو عبد الله، سووا حلقه ثانيه من لو خيروك وخذوا تعليقي، بتمنى تاخذون تعليقي. بنوجه لك تحيه كثير كبيره اخي ابو عبد الله، وان شاء الله ممكن نسوي جزء ثاني من لو خيروك. في حساب انت حياتي، استمروا حبايبي، ربي يحفظكم ويخلي ميلا، اذكروا تعليقي، انا اسمي رؤى من كربلاء، اعلى اسم رؤى. بنوجه لك تحيه كثير كبيره اختنا رؤى ولكل حبايبنا بمحافظه كربلاء. وفي حساب كمان وحيده كالقمر، طلعي تعليقي وقلب احمر، وبنوجه لك تحيه كثير كبيره وحيده كالقمر. في كمان اناقه فوفو، اتمنى تطلعون تعليقي رؤى، اذا انا اجيت ازوركم تقبلون او ما تقبلون؟ طبعا بنتشرف فيكم. في كمان حساب مهدي العراقي، الحلو، استمروا، لكم التوفيق، طلعوا تعليقي، بنوجه لك تحيه كثير كبيره اخي مهدي العراقي. في كمان حساب نستلاي، استمروا، احبكم كوما يا احلى عائله، اتمنى تظهرون تعليقي، متابعتكم من كربلاء، موجه لك تحيه كثير كبيره اختنا ولكل حبايبنا بمحافظه كربلاء. في كمان حساب، اخر حساب حنختم فيه، حبيبه تزوجها، الفيديو كلش حلو، بسم الله على ميلا، جنن وذكيه، اذكروا اسمي يا احلى عائله، متابعتكم من العراق. بنوجه لك تحيه كثير كبيره من حساب حبيبه زوجها. ولهون حبايبي بيكون خلص الفيديو تبعنا، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم المقلب، وبتمنى تعطوني افكار لمقالب ردلها لرؤى بالمستقبل. ومن هون للفيديوهات الجايه، ان شاء الله بتضلوا بالف الف خير، وبنشوفكم بالف خير. باي باي.